السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة. مقعدنا ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس براكتيكال ستادي فور كونسبت اوف بروجرامينج لانجويج بيزد اون داتا يوزنج بي اتش بي اند ماي سيكول. خلينا نقول ان احنا النهارده هنكمل موضوع الكنترول ستراكشر، وتحديدا موضوع الكونديشنال ستراكشر اللي احنا فتحناه في المواضيع في الايام اللي فاتت. خلينا نقول اللي احنا جينا في المحاضرة اللي فاتت واللي قبليها اتكلمنا عن الاف والالس، وقلنا الاف ديت بتاخد اكسبريشن معين لو سليم بتنفذ البلوك اوف كود بتاعها، اما الالس لو كانت كل الكونديشن اللي عندي ما اتحققتش هتنفذ مين؟ هيتم تنفيذ البلوك اوف كود بتاع الالس. وجينا قلنا هنشرح فكره لو كل الشروط ديت الجمله دي تحديدا لو كل الشروط ما اتحققتش بينفذ البلوك اوف كود بتاع مين؟ الالس. طيب خلينا نقول اللي احنا هنطرح مشكله نوضح من خلالها فكره الدرس بتاعنا. لو انا عندي اكس بتساوي 5 واي بتساوي 5 وطلبت منك برنامج، البرنامج ده يبدأ يفهمك او يبدأ يقول لنا لو كانت الاكس اكبر من الواي اطبع لي ان الاكس is greater than الواي، لو كانت الاكس اصغر من الواي اطبع لي اكس is less than الواي. فهتيجي تقول لي ايه بقى؟ هتقول لي سهلة جدا جدا جدا. فقلت لك ماشي، قال لي هتقول لي وفقا للدروس اللي فاتت هتقول لك ايه؟ هاجي اقول لك اكس لو اكس اكبر من الواي اطبع لي اكو اكس is greater than الواي. طيب جميل جدا. طيب إلس بقى هتيجي تقول لي سهله جدا برضو اتعلمناها، لو لو إلس كده هنيجي نقول له اكيد لو الاكس مش اكبر من الواي يبقى الاكس اصغر من الواي، اكس اكو اكس از ليها از لزن الواي. اقول لك لحظه كده من فضلك وخد بالك من الكلام اللي بتقوله، علشان هنا انت وقعت في مشكله وانت مش واخد بالك. ايه المشكله اللي هنا؟ المشكله لو قعدنا نتريس البرنامج ده مع بعض، هل الاكس اكبر من واي؟ لا. 5 اكبر من 5؟ لا. فهنا الناتج هنا فولس، فبالتالي مش هينفذ البلوك اوف ايها اوف كود ده. طيب هل الاكس فينفذ مين؟ الالس. الالس بتقول له ايه؟ x is less than، طبعا الجمله كده على الشاشه x is less than مين؟ x is less than y. طب هل كده يعني لو بصيت معايا هل ال x بالفعل less than y؟ ايه ده يا عم، ده انا كده وقعت في مشكله، ده انا عاوز اقول له كمان ده ممكن يكونوا متساويين. هو ده بقى موضوع درسنا النهارده، ازاي ان انا احط كونديشن تاني وتالت ورابع وعاشر وخامس وسادس. فقال لك في حاجه عندك اسمها ايه بقى؟ اسمها ال else if. ال else if دي ايه؟ بتيجي تقول لك يا سيدي لو كونديشن الاف ما اتحققتش بتشوف الكونديشن اللي وراها اللي هو الالس اف اللي وراها، لو اتحققت الالس اف دي بينفذ البلوك اوف كود بتاعها، طب ما اتحققتش بتشوف ايها؟ بتشوف الالس اف اللي وراها، بتشوف لو ما اتحققتش بتشوف الالس اف اللي ايها اللي وراها. طب لو ما اتحققتش ولا اف ولا اي الالس اف من دول بينفذ البلوك اوف كود بتاع مين؟ الالس. يعني انت عاوز تقول هي دي الفكره اللي انت بتقول لي ان الالس ما بتتنفذش غير لما كل الشروط، سوري، بتتنفذ امتى؟ لو كل الشروط اللي قدامي ما اتحققتش، صح كده؟ لو كل الشروط اللي قدامي ما اتحققتش انا حطيتها عن طريق الاف واللي حطيتها عن طريق الالس اف. طب ما تيجي نصيغ المثال بتاعنا اللي احنا لسه قايلينه من شويه، نيجي نقول له لو الاكس ب 5 والواي ب 5، تعالى بقى نجيب كل الاحتمالات اللي ما بيننا، نيجي نقول له اف لو الاكس less than الواي اكو اكس از less than الواي، الس اف لو الاكس greater than الواي قول لي اكس از greater than الواي، الس بقى اكيد لو هو ده مش اكبر وده مش ايها، ومش لو الاكس مش اكبر او مش اصغر اكيد هي بتايها، اكيد هي بتساوي مينها؟ الواي. طب ما تيجي نجرب المثال ده عمليا مع بعض، تعالى كده نقول له وتعالى اعمل لي الهيد واقفل لي الهيد بتاعتنا، وتعالى اعمل لي البادي واقفل لي البادي بتاعتنا، وتعالى يا سيدي بايثون وقول لي وليكن برو، واعمل لي هنا في الاخير خالص فورم اكشن كوب بي اتش بي، سوري حط هنا اندكس بي اتش بي والميثود بوست. وادي قفله الفورم، وتعالى هنا يا سيدي اعمل لي ليبل، الليبل ده بتاع مين بقى؟ بتاع الفيرست نمبر او النمبر اللي معايا كده، وتعالى اعمل لي انبوت طيب تكست والنيم نمبر، واقفل الانبوت ده، وتعالى خد لي الانبوت ده كوبي بيست كده، بس خلي لي الانبوت ده ايه بقى؟ خلي لي الانبوت ده او مثلا خلي ده مثلا مش نمبر، خليه مثلا يوزر نيم او النيم،
وتعالى النيم بتاعنا هنا، خلينا مثلا الانبوت تايب بتاعنا ده هنا سبميت، وهنا برنت مسج، سوري برنت مسج، اسم الانبوت برنت مسج، وهنا الفاليو برنت مسج. وتعالى كده نعمل نفتح البراوزر بتاعنا كده. بالفعل احنا ايه بقى عاوزين نبدا نشتغل، ان هو يكتب مثلا هنا وليكن احمد، يروح طبع له كلمه ايكو ايها ويلكم احمد مثلا. طيب تعالى بقى كده الاول نعمل الاتي، تعالى نقول له اف الست اف الست، لو انت ضغطت على الباتون اللي اسمه برنت مسج كده، جيب لي قيمه بقى مين، ها جيب لي قيمه النيم، جيب لي قيمه النيم، واطبعوا لي اطبع لي مثلا كده ايكو ويلكم مستر استاذه مثلا مين، ها فلان مثلا اهو. دي الكونكتينيشن، اللي مش عارف الحته دي ايه يرجع لدرس مين الاكسبريشن هيعرف ان ديت مين الكونكتينيشن بتاعتنا. تعالى بقى نعمل كده ريفرش، هنا نكتب مثلا علي، هنا عامل لي ايها ويلكم ايها يا مستر علي. تعالى كده نشوف كده ايه اللي حصل. بالفعل ان هو اول ما ضغط على الزرار اللي اسمه برنت مسج ده، استقبل قيمه النيم وحطها في فاريبل اسمه نيم، فاصبح اي قيمه موجوده في الانبوت ده موجوده فين دلوقتي، في النيم هنا. طيب ونيجي نقول له ايه بقى دلوقتي، راح طبع له رساله بعدها بالقيمه الموجوده في النيم. طب تعالى كده بقى نعمل الاتي، تعالى نحط هنا واحد، ايه ده، طب تعالى نحط هنا خمسه، ايه ده، طب تعالى نحط هنا مثلا هاش مارك، ايه ده، طب تعالى نحط الكلام ده كله. ها هل انت عاوز كده، ولا انت عاوز يكون النيم نيم والرقم رقم والايميل ايميل والفون فون، ها وكل الحاجات دي مع بعض، يعني عاوزين نعرفها مع بعض. الكلام ده هتعرفه تفصيليا ان شاء الله رب العالمين لما نتكلم بقى على احد الدروس اللي هي الخاصه بالريجلر اكسبريشن والجو ده. بس خلينا بس دلوقتي نحط مثال يوضح لنا فكرتنا. مش انا اقدر دلوقتي اقول له، مش هو ممكن دلوقتي بص كده يضغط على الزرار ده كده بدون ما يكون في قيمه، صح كده، اللي هو برنت مسج كده، بص انا شلت بس جمله الطباعه، ممكن يضغط على الزرار ده بدون ما يكون في قيمه فيطبع ويلكم يا كذا، انا مش عاوز كده برضو. فانا عاوز اقول له ايه، لو كان هنا القيمه اللي موجوده في النيم هنا انا ما اعرفهاش نل، اطبع لي رساله. ها تعالى كده نقول له ايه بقى، ها اف لو النيم بتاعي يساوي ايه بقى، ها نل، يعني يساوي قيمه انا ما اعرفهاش. احنا قلنا النل هي النون ايه، ها النون فاليو، انا مش عارف القيمه اللي جوه، هي مش فاضي، هي نل خلاص كده. لو كان القيمه بتاعته نل قول لي بليز انسرت ذا فاليو اوف ايه اوف نيم. حلو جدا، فتعالى كده اعمل ايه، قال لي بليز انسرت ذا فاليو اوف ايه، ها بليز انسرت ذا فاليو اوف نيم. ليه؟ لان انا هنا لو تلاحظ ان هو شاف النيم، هل هو بيساوي سو نل، بيساوي سو نل، فاصبح اللي هنا في البلوك اوف كود ده ترو، فراح مطبع لي ايه بقى، راح مطبع لي ايه بقى، بليز انسرت فاليو اوف نيم. طب ايه كمان عاوز اقول له، كمان ان هو ما ينفعش يكتب لي هنا ارقام، خلاص كده. فتيجي نقول له ايه بقى، ها انا هتعرف اللي احنا عندنا برضو فانكشن اسمها از نيوميريك، دي هنعرفها مع بعض لما ندخل في دروس الفانكشن. فتيجي نقول له else if لو كان از نيوميريك النيم، الكلام ده هتعرفه تفصيليا، انا بس بوضح النهارده فكره الالس اف، انا هوضحها لك، ها الكلام ده بالتمارين. هنقول له ذا فاليو اوف نيم ماست بي ليترز، ما ينفعش تحطوا لي ايه بقى، ها تحطوا لي ارقام. تعالى كده ايه اللي حصل هنا، حط فاضي راح قايل لك بليز انسرت فاليو اوف نيم. تعالى بس الاول ايه اللي حصل، اللي حصل اول ما ضغط على البرنت مسج، اول ما ضغط على البرنت مسج ايه اللي حصل معاك هنا، اللي حصل ان هو خد قيمه النيم، خد قيمه النيم حطها في فاريبل اسمه ايه بقى، ها نيم، وسال هل النيم بيساوي سو نل، الاجابه ها الاجابه بيساوي سو نل، فاصبح القوس ده في ترو. فاف ترو هينفذ مين بقى، الرساله اللي هي بتقول لي بليز انسرت فاليو اوف نيم، لان هو بينفذ البلوك اوف كود ده اللي هو ده. طيب تعالى نشوف كده تاني، لو حطينا هنا رقم راح عامل ايه، قال لي ذا فاليو اوف نيم ماست بي ليترز. ليه بقى يا سيدي، تعالى اقول لك، لان احنا لما ضغطنا على الزرار اللي هو برنت مسج راح واخد النيم حطه هنا، شاف اذا كان النيم بتاعنا بيساوي سو نل، هل هو بيساوي سو نل، الاجابه لا، فمش هينفذ البلوك اوف كود ده. طب هل هو رقم، الاجابه رقم، فراح حاطط لي ايه بقى، ها راح حاطط لي ترو هنا، فراح منفذ الايه بقى، الرساله اللي بتقول لي ذا فاليو اوف نيم ماست بي ايه، ها ماست بي ليترز. طيب انا بقى مش عاوز اطيل النفس عليك، طبعا هو الموضوع ما كملش فاليديشن، لان ممكن واحد يحط كده
هل انت عاوز مثلا تطبع حاجه زي كده؟ الاجابه قطعا ايه؟ ها، الاجابه قطعا لا. فالحل ايه؟ الحل انك انت هنيجي نتعلم مع بعض ايه، اما ندخل في درس الفانكشن، مجموعه من الفانكشن من خلالها نقدر نعمل ايه بقى، ها، عمليات فاليديشن ايه، ها، كتير، ونبدا نتحكم في الداتا تحكم كامل. هنيجي نقول له هنا بس سريعا كده، نقول له إلس بقى ايه بقى، ها، إلس من فضلك بقى في امتى تعمل الكلام ده؟ لما يكون بقى، ها، النيم مش نل ولا النيم رقم. في الحاله دي تطبع لي رساله تقول لي ويلكم يا فلان الفلاني. ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده؟ هقول لك اللي احنا عملناه بالظبط. تعال احط مثلا هنا علي، ها، فراح قايل لي ويلكم يا مستر ايه، ها، علي. تعال نشوف هنا، راح قايل لي، قال له لو انت ضغطت على زرار اسمه برنت مسج ضغط، فراح واخد النيم اللي جاي من الفورم حاطه في فاريبل اسمه نيم، وقال له لو كان النيم ده بنل اطبع لي رساله بتقول لي بليز انسر ذا فاليو اوف نيم. طيب لو كان النيم ده رقم، طب هل هو بنل الاول؟ الاجابه لا، مش بنل، ده هو كان حاطط جواه كلمه علي. طيب تعالى كده نشوف، طب هل علي ده رقم؟ لا، الاجابه اي، علي مش رقم، فمش هينفذ برضو البلوك اوف كود ده. يعني هو ما نفذش ده لان ده مش نل، وما نفذش ده لان ده مش رقم. وقلنا لو ما نفذش كل الشروط اللي عندي هينفذ ايه، لو ما نفذش اي شرط من الشروط اللي عندي هينفذ بلوك الالس. وبالفعل نفذ بلوك الالس، انا بقول له اطبع فيه ويلكم يا مستر او ايه، او يا استاذه مين، ها، او يا استاذه فلان. طيب ده اللي هو بقى مين، ها، دي الفكره بتاعتنا اللي هي فكره الايه، الكونديشن. طبعا احنا خلال المحاضرات الجايه هنبدا ناخد مجموعه من التمارين المهمه قوي، هنحاول بس نشرح بعض البوينت الباقيه، زي مثلا ازاي نتجنب موضوع التريفيال كونديشن، حاجات كده ايه، هننقنق فيها مع بعض كده، ونبدا ايه، ونبدا من المحاضرات الايه اللي وراها ندخل في موضوع مهم تاني، اللي هو بقى ايه، اللي هو الايتريشن ايه، الايتريشن ستراكشر. بس خلينا الاول نستفيد في موضوع الكونديشن ده، لان ده موضوع مهم جدا 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 ايه، فوق ما تتخيلوا. اللي هنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.